إذا مع الأسف أننا اليوم في اعتصام أمام وزارة التربية الوطنية لنحتج على القرار نتاع شكيب بن موسى وزير التربية الوطنية على يعني إقصائنا من الحوار القطاعي. حنايا نقابة ذات تمثيلية بين النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية مرتبين الرتبة الرابعة. الانتخابات دازت 2021 والانتخابات قررت شكون هي النقابات الأكثر تمثيلية، رغم أن ذيك الانتخابات طعنا فيها واعتبرنا بأن كانت محاولة نتاع الإقصاء نتاع الجامعة الوطنية للتعليم، لكن رغم هذه المحاولات البائسة حصلنا على التمثيلية، ودابا من حق حتى شي واحد باش أنه يمنعنا أم متابعة الحوار القطاعي وطرح المشاكل نتاع النساء ورجال التعليم اللي كنمثلوهم حنايا. إذا مع الأسف أن القرار موخود والنقابات التعليمية الأربع المتبقية من النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية تحضر الاجتماعات وبشكل عادي، وهذا الشيء هذا ماشي معقول. ووزارة التربية الوطنية الأخرى يعني ماشية في نفس الأمور. حنايا سنستمر يعني في النضال وسنستمر في طرح مشاكل النساء ورجال التعليم، وحتى حاجة ما غادي تحبسنا باش أننا نطرحوا القضايا نتاع النساء ورجال التعليم. احنا متواجدين كجامعة وطنية للتعليم على الصعيد الوطني في مختلف مناطق المغرب، ويعني الوزارة يجب أن تتحمل مسؤوليتها في هذا الأمر. نقف هنا أمام وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، نجسد أهم مخرجات المجلس الوطني للجامعة في دورته الأخيرة. هذا الاعتصام يأتي تنديدا وشجبا ورفضا للإقصاء الممنهج للوزارة في حق الجامعة، لا لشيء سوى أنها تدافع عن المدرسة العمومية وعن الوظيفة العمومية، وأنها رفضت التوقيع على اتفاق 14 يناير. اليوم نقول أنه آن الأوان وأكثر من أي وقت مضى للوزارة الوصية أن ترفع يدها عن الجامعة وأن تشركها باعتبارها نقابة من أكبر نقابات ومن أكثر نقابات تمثيلية صوتت عليها الشغيلة التعليمية وآمنت بدورها في التغيير. الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي ستظل جامعة داعمة، نقابة داعمة ونقابة مساندة لكل الفئات في كل أشكالها الاحتجاجية. يتضح بالملموس بأن الوزارة مستمرة في إمعانها وتجاهلها بل وتهميشها لملف التوجيه والتخطيط التربوي بشكل مفضوح، بحيث تم التفاف على جميع المطالب الأساسية وعلى رأسها المطلب توحيد الإطار في إطار مفتش والتخرج بإطار مفتش وتغيير الإطار لأفواج ما بعد 2004 كمكتسب تاريخي تم الإجهاز عليه في نظام 2003. الآن نحن في وقفة أو اعتصام في إطار بعد الإعلان عنه من طرف المجلس الوطني كأعلى هيئة تقريرية في إطار الإفينو. بالموازاة مع ذلك أعلننا كلجنة وطنية على اعتصام اليوم، وبرنامجنا النضالي ما زال تصعيديا كذلك بالمساندة ديال المتدربين والمتدربات. إذا نؤكد مرة أخرى على صمودنا وعلى نزول أطر التوجيه وتخطيط ممارسين ومتدربين للميدان لكي نقول للوزارة لا للتهميش، لا للالتفاف على المطالب، لا للحقرة. إذا لجنة تقنية يلفها الغموض والضبابية وعدم وضوح الرؤية بخصوص الملف، تم الإجهاز أو اجتتات هيئة التوجيه والتخطيط، ما بقاش لها مجال، ما بقاش لها أثر. كانت واحد الفكرة أو نظرة ديال أنه مجموعة من الأطر توجيه وتخطيط مفتشين ومستشارين مفتشين تربويين أساتذة كل من له علاقة بالتلميذ في هيئة التربية والتعليم. في لحظة من اللحظات تم الفرز وداروا هيئة التأطير والمراقبة، وما بقاش ديك الفكرة ديال أو الطرح ديال كل من له علاقة بالتلميذ. وبالتالي هنا كيطرح اكثر من سؤال، علاش الوزاره هاد الغموض وهاد الهجوم بالواضح على هيئه التوجيه والتخطيط والتجاهل اللي هو مستمر منذ 2005. هذه فضيحه، هذه شوها، هذه فضيحه، هذه شوها.